حضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. أنا معايا على الهاتف الدكتورة أمل صابر، الباحث الرئيسي لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. برحب بحضرتك دكتورة أمل. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك دكتورة أمل. أنا حضرت كذا مرة اليوم الختامي للمشروع، وكان في حضور من المرأة الريفية اللي استفادت أو اللي اشتركت في هذه المشاريع، والحمد لله كنا بنحس إن في تعاون أو في خدمة حقيقية وصلت لأرض الواقع. هل تتم تطوير الخدمات المقدمة؟ احنا بنشتغل ازاي من خلال هذه المشاريع؟ ايه المستهدف اللي احنا عاوزين نحققه؟ والله زي المقدمة اللي حضرتك قلتها، فعلا المرأة اللي فيها والمرأة المعيلة محتاج كتير من الجهود عشان نقدر ان احنا، لان المرأة نص المجتمع، فاحنا محتاجين ننمي النص ده عشان المجتمع كله ينمو. ايوه. فكان دي كانت فكرة او فلسفة المشروع بتاعنا، ان احنا بنزود التمكين الاقتصادي للمرأة اللي فيها، وده عن طريق ايه؟ مركز بحوث زراعية، هو كيان ولاد للتكنولوجيات الجديدة اللي لازم تطبق على أرض الواقع. فكانت الفكرة إن إحنا إزاي نطبق التكنولوجيات اللي طالعة من معامل مركز بحوث زراعية لمشروعات صغيرة نقدر إن إحنا نفتح بيها فرص عمل للمرأة المعيلة والمرأة غير ذات دخل، عشان تبتدي إنها تساهم في تنمية قاطرة البلاد الاقتصادية. أيوه. فإحنا ابتدينا إن إحنا نعمل حصر ل ايه التكنولوجيات الممكن او الاند برودكت او المنتجات النهائيه اللي ممكن نحولها مشروعات صغيره، ونقدر نبدا بيها المراه اللي فيه اللي تقدر ننمي بيها الدخل بتاعها وتقدر انها تساهم في دخل الاسره. فلقينا كذا يعني كذا مشروع، على سبيل المثال مثلا تربيه السمان، الفراخ البياض، الماعز، انتاج الجبن، انتاج عيش الغراب، اللي هي حفظ وتجميد الاغذيه، حاجات كثيره جدا لقيناها ممكن انها تبقى فرصه لتوليد فرصة عمل للمرأة انها تبتدي انها تجيب دخل للأسرة. طيب احنا كمان كانت فلسفتنا ان احنا نديها احدث التكنولوجيات عشان تقدر تعمل بيها منتجات تقدر تنافس بيها المنتجات الموجودة في السوق. وبالتالي هيكون مركز بحوث زراعية قدر ان هو يعمل خدمة للمجتمع. كان بصراحة في جهات ممولة للمشروع دون، زي مثلا منظمة الإكسبو، زي الوايترو، ابتدت ان هي تدينا الفند اللي نقدر نجيب بيه مشروعات واجهزه للمراه، وكان المشروعات دي تمت في محافظات في الشمال ومحافظات في الجنوب مصر، زي مثلا تمت في البحيره في خمس قرى، وفي النبريه خمس قرى برضو، على اساس ان البحيره اراضي قديمه والنبريه اراضي استصلاح جديده. ايوه. وعملناها في هنا في جنوب صعيد مصر، لان فعلا الصعيد محتاج لتنميه كبيره جدا. والحمد لله ابتدت المشروعات دي السيدات، كان المشروع كان ليه ايجابيات وسلبيات طبعا، بس الحمد لله كان معظم العام السيدات ابتدت انها تستفيد من التكنولوجيات دي وتدي انتاجات جديده. على سبيل المثال مثلا في البريجات كان عندهمش اللي هي تربيه السمان، دي كانت لسه حاجه جديده هم مش عارفينها. فدلوقتي الحمد لله ابتدت انتشار تربيه السمان في مزارع جديده. برضو في حرف ثانيه يدويه، يعني احنا بنحاول نجيب مصدر ثاني للدخل عشان نبتدي بقى ننمي الصناعات اليدويه للمخلفات اللي موجوده في القرى. ايوه. او الصناعات اللي هي الصوف والسجاد واللي هي مشنات والحاجات دي كلها، ونعملها بصوره حاضنات تكنولوجيه بحيث ان هي تدي منتجات نقدر نسوقها محليا ونقدر نصدرها فيه. تمام. يعني حضرتك ضربت مثل للسمان، وهو السمان فعلا مشروع جيد ومربح، لكن بيقابلوا بعض المشاكل زي مثلا التربيه او التسويق. انا اسف، التسويق بالضبط. فكنتم بتحل لهم المشكله دي ازاي؟ ما هي الفلسفه الجديده اللي احنا بنحاول دلوقتي نعملها برضه، اللي هي فكره القريه التكنولوجيه. القريه التكنولوجيه دي ان احنا نبتدي هنخليها قرى متخصصه، يعني ده المقترح الجديد اللي ان شاء الله هنقدمه لمعالي الوزير، ان احنا نعمل قرى متخصصه. متخصصة بمعنى ان هو هيبقى المكان ده هيبقى مركز انتاج السمان، هيبقى فيه المجزر، هيبقى فيه الانتاج، هيبقى فيه العلف، هيبقى فيه المجزر، هيبقى فيه التعبئة والتغليف، ويبتدي هو ده يبقى المركز اللي يسوق على مستوى الجمهورية بعد كده. يعني هيبقى احنا هنساعدهم في عملية التسويق، يعني احنا كنا بنساعدهم الاول من الانتاج، من الاول التربية لغاية الانتاج. أيوة. بعد كده المرحلة الجاية ان شاء الله هيبقى فيه التسويق كمان عشان يبقى المشروع. اصل دي مهمة جدا، خصوصا ان السمان طبعا ما بيحتاجش رعايه، يعني السمان ما شاء الله من الطيور اللي مناعتها قويه، فتحصيناته تعتبر مش موجوده، معدل التسمين الدوره بتاعته سريعه، وما بيحتاجش مكان كبير. البيض بتاعه كمان ما حدش يعرف عنه كتير، البيض بتاع السمان ده بيض دي فوائد صحيه غير الاكل غير التغذيه. ايوه. ان هو مثلا يعالج في بيستخدم في علاج الحساسيه الصدر، في ليه قيمه غذائيه ثانيه مش معروفه، فالتسويق هو اللي هيساعد على تنميه المشروع ده. ولا ده يعني السمان ده مشروع بسيط جدا،
انما في حاجات تانية كتير ان شاء الله، يعني هنعمل فكره القرى المتخصصه، فدي هتساعد يعني اما اوفر التسويق لاي مشروع، يبقى كده انا ضمنت نجاحه ان شاء الله. طب على اي اساس بنختار المراه الريفيه اللي بتشارك في هذه المشاريع؟ والله عن طريق الاول بنعمل ورشه عمل، بنجيبهم بنعرفهم بالمشروعات اللي عندنا، وبعد كده بيتم التدريب، يعني كل مجموعه سيدات لا يعني انا اقصد في بعض القرى فيها نسب فقر او بطاله عاليه، فاحنا بناخد عدد معين، بنختار العدد ده على اي اساس؟ ما هو حسب التمويل اللي معايا، يعني ما اقدرش اضرب كل السيدات، ما اقدرش اعمل كل مين المشروعات. اللي بيدينا الاسماء او مين اللي بيحط اسماء الناس دي؟ بنختارهم ما هو ازاي؟ الاسماء دي احنا بنروح للجهات المتخصصه، مش احنا مديريات الزراعه بنروح للتضامن، احنا بنقول لهم احنا عايزين مين السيدات اللي ممكن ان احنا فعلا معيله، ايوه يعني اللي محتاجه ده اللي انا مساعده. اقصده، يعني حضرتك بتسالي في وزاره التضامن في الفرع اللي بالظبط فيه المحافظه، فبيقول لك انا عندي الكشف ده فيه اسماء وبيعرضها عليكي. بالظبط، واحنا برضه عاملين فلسفه بس يعني لسه ما اتطبقتش بتوسع، ان احنا كنا حاطين فكره ان احنا هندي السيده المشروع، واول ما يطلع انتاج ليها تبتدي تاخد منه يعني نسبه معينه 2% 3% تديها للي هي ثاني واحده في الترتيب، لان انا ما عنديش تمويل يكفي كل السيدات المحتاجه فعلا. أيوة. فيبقى دي فكره ان هو المشروعات المشروع هتكون نموذج على فكرة، يعني بنعلم منه الناس اللي موجودين، وفي نفس الوقت ده هيخلق فرص عمل، فإحنا بنمد أو حضراتكم بتمدوا إيديكم علشان تبتدوا التنمية يعني، إنما مش هتقدروا تغطوا كل الأعداد اللي موجودة طبعا. بالظبط، لان بقول لحضرتك انا لسه يعني كنت في سفريه للصين، فهناك عندهم فلسفه او مثل هم ماشيين بيه، علمني يعني لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطادها. صح. طب فعشان كده ما بفكر كده. تطرقتوش في مشاريعكم للتصنيع الزراعي؟ يعني احنا عندنا تجفيف الطماطم، التعامل مع بعض المحاصيل بحيث ان هي يتم تخزينها، ما عندناش فكر ان احنا ما بقول نتوسع؟ لحضرتك احنا خدنا ده نموذج صغير لان كان التمويل بسيط، اه انما احنا التطور الجديد ان شاء الله هنتقدم بيه ان شاء الله لمعالي الوزير، ان احنا نعمل بقى زي ما قلت لحضرتك قرى متخصصه، كل قريه هنشوف فيها ايه مميزاتها، وبالتالي هقدر اعمل فيها ايه هو المشروع المناسب ليها، وبالتالي ان انا هقدر استغل كل الموارد سواء كان موارد طبيعيه او بشريه. صح. يعني احنا عرفنا يعني المشروع بتاعنا ده اتعلمنا فيه الايجابيات والسلبيات وايه اللي المفروض يحصل، فده كويس عشان لما اشتغل على توسع او على نطاق اكبر هيبقى عندي خلاص الخبرات، انا مش هحتاج من الصفر. فعلا مفيش بروتوكول حصل ما بينكم وبين جمعيات المجتمع المدني بحيث ان احنا نقدر نستفيد من امكانياتهم ونقدر نفيدهم بخبراتنا، ففي النهاية يستفيد المجتمع والمرأة الريفية؟ بصراحه لحد دلوقتي لا، مفيش تعامل مع الجمعيات الاهليه، دي هي يعني الجهات اللي كانت مموله، دي جهات علميه، دي جهات فعلا علمية انا عارف. اه جهات علميه، انما الجمعيات الاهليه لا. انا بشكرك يا فندم بالتوفيق، دكتورة امل صابر الباحث الرئيسي لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، بالتوفيق. محتاجين فعلا نشوف يعني توسع في هذه الخدمات، محتاجين ان احنا نشوف فكر جديد ازاي ان احنا نفيد الناس دي. الريف المصري فيه خيارات كثيرة جدا وفي ثروات مهدرة فعلا، ليه ما يتمش تطوير الخدمات المقدمة وتطوير عملية التدريب وصقل مهارات المرأة الريفية بحيث ان انا استفيد من كل ما هو موجود في البيئة المصرية. النهارده احنا بنتكلم على مشاريع تابعه للدوله، المجتمع المدني بوجوده عاوزينه برضه يشارك، لان مهم جدا كل الامكانيات المتاحه في مجتمعنا يتم توجيهها لهذه الاماكن، المراه المعيره، المعيله، الاسر الفقيره، او الدخل يكون متدني في هذه الاماكن. ده دور مهم جدا لازم يتم فعلا النظر اليه، ما هوش مجرد مشروع على ورق. انا في نهايه هذه المشاريع الحمد لله كنت بحضر، بشوف فرحة كبيرة جدا مجرد حصول المرأة على قطعة واحدة من الماعز أو قطعتين، هو ده مشروعها، هو ده كل المشروع وكل الفكر اللي هي يعني هتبتدي بيه حياتها، أو يا إما بطارية للأرانب أو حظيرة مطورة للدواجن، هي دي المشاريع البسيطة، بسيطة أو صغيرة. طب ما يعني المفروض إن يكون في تطوير لهذه الخدمات، ممكن يبقى أكتر من مرأة تشترك في مشروع أكبر تتوسع فيه. في جمعيات مجتمع مدني بتساهم بشكل كبير في هذا الملف، وإن شاء الله إحنا ممكن نتواصل معاهم في القريب العاجل، وفي محافظة الفيوم ليهم نشاط واضح، هنتواصل معاهم ونعرض خدماتهم، عايزينهم يطوروا، عايزينهم يشتغلوا مع الناس، الهدف الناس، الهدف إن أنا أشوف في هذه الأماكن لما أدخل مفيش مرأة ريفية معيلة تحتاج إلى يد العون، هي اللي تدعم نفسها بنفسها.
هنتابع مع حضراتكم فعلا الملف ده بدءا من الاسبوع القادم، لان دي ظاهره موجوده وواقع اجتماعي بنشوفه لازم يكون لينا دور فيه. هنبتدي نتواصل مع الجمعيات الاهليه، هنبتدي نبين ايه الدور اللي بيقوموا بيه، العمل اللي بيشتغلوا من خلاله، هنبتدي نشوف مين اللي محتاج فعلا ان هو يتواصل معاهم، واحنا هنكون اداه للتواصل باذن الله.